السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبدأ هذه الدراسة، دراسة اللغة العربية، نتفضل أن ندعو الله جميعا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم ويا رب موسى وهارون ويا رب نوح وإبراهيم ويا رب عيسى ويا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أكرمنا بالفهم وارزقنا العلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. شكرا. كيف حالكم أيها الطلاب؟ الحمد لله، نحن جميعا في خير. في الحقيقة أيها الطلاب، أنا المدرس في شوق شديد. ما معنى شوق؟ شوق بمعنى حنين. مس What this miss rindu. Dan sebenarnya saya sebagai mudarris sudah sangat rindu kepada kalian semua. Ana mustaqun شوقا شديدا إليكم جميعا. منذ الشهور، من شهر مارس حتى الآن، هذا هو اللقاء الأول من دراستنا داخل الشبكة أو خلال إنترنت دارينج dalam jaringan. أيوة، نسيت أنا أقول لكم مبروك، مبروك على انتقالكم في الفصل الحادي عشر من المرحلة العالية بمدرسة القرآن تبوئر جمبان. بارك الله لكم وبارك عليكم جميعا. بارك الله لنا وعلينا جميعا، آمين. أيها الطلاب، إليكم الآن مادة اللغة العربية. أسألكم جميعا، هل سمعتم مسابقة؟ هناك مسابقة تلاوة القرآن، مسابقة حفظ القرآن، والموضوع في دراستنا هذه، عرفت معنى موضوع؟ الموضوع بمعنى جدل،
موضوع اللغة العربية اليوم، موضوع اللغة العربية في هذا اللقاء مسابقة في المعلومات. هذا هو الحوار بين الطالبين، الحوار بين التلميذين. التلميذ الأول اسمه عبد الرحمن، والتلميذ الثاني اسمه عبد الكريم. تفضل أن تستمعوا جميعا، استمعوا جيدا. كيف كان عندكم كتاب؟ إن شاء الله هذه المادة، مادة اللغة العربية، سأرسل إليكم خلال وئة عندكم إن شاء الله. nanti akan saya kirimkan lewat WA materi bahasa Arab hari ini. تفضل استمعوا جيدا. أنا سأكرر مسابقة في المعلومات. عبد الرحمن أولا ثم عبد الكريم. هل تساعدني يا عبد الكريم في حل هذه المسابقة؟ هل تساعدني يا عبد الكريم في حل هذه المسابقة؟ سأحاول. هات ما عندك. ما أول الحرمين وثاني القبلتين؟ هذا سؤال سهل. القاعدة بلا شك بيت الله. أجل، لقد كانت أول بيت وضعه الله للناس، وأصبحت قبلة المسلمين بعد المسجد الأقصى، وما زالت قبلتهم حتى الآن. هذا صحيح. ما أطول نهر في العالم؟ لا أذكر جيدا. نهر النيل وربما الأمازون. دعني أقرأ الإجابة في كتاب الجغرافية. نهر النيل، نهر النيل أطول من نهر الأمازون. ما أكثر البلاد الإسلامية سكانا؟ إندونيسيا. ما أقدم جامعة في العالم؟ الجامع الأزهر الذي بناه الفاطميون منذ 1000 عام في مصر. لديك معلومات كثيرة. هل هناك أسئلة أخرى يا أخي؟ انتهينا والحمد لله. شكرا. كيف فهمتم؟ إن شاء الله سأشرح بعد هذا. تفضل. أنا أولا ثم كرروا بعدي أنا.
مسابقة في المعلومات. هل تساعدني في حل هذه المسابقة؟ هل تساعدني في حل هذه المسابقة؟ سأحاول. هات ما عندك. كرر. سأحاول. هات ما عندك. ما أول الحرمين وثاني القبلتين؟ ما أول الحرمين وثاني القبلتين؟ هذا سؤال سهل. الكعبة بلا شك بيت الله. الكعبة بلا شك بيت الله. هذا سؤال سهل. الكعبة بلا شك بيت الله. كرر مرة أخرى. سؤال ليس سعال. ما معنى سؤال؟ نعم، pertanyaan. وأما السؤال فبمعنى سؤال بالعين، فبمعنى cooking. ماذا؟ batuk. إذن هناك السؤال pertanyaan وهناك سؤال بالعين batuk. هذا سؤال سهل. الكعبة بلا شك بيت الله. أجل، لقد كانت أول بيت وضعه الله للناس وأصبحت قبلة المسلمين بعد المسجد الأقصى. وأصبحت قبلة المسلمين بعد المسجد الأقصى. أجل، لقد كانت أول بيت وضعه الله للناس وأصبحت قبلة المسلمين بعد المسجد الأقصى. وما زالت قبلتهم حتى الآن. هذا صحيح. ما أطول نهر في العالم؟ لا أذكر جيدا. نهر النيل وربما الأمازون. دعني أقرأ الإجابة في كتاب الجغرافية.
نهر النيل، نهر النيل أطول من نهر الأمازون. مرة أخرى، نهر النيل، نهر النيل أطول من نهر الأمازون. استمعوا جيدا ثم كرر. ما أكثر البلاد الإسلامية سكانا؟ ما أكثر البلاد الإسلامية سكانا؟ إندونيسيا. ما أقدم جامعة في العالم؟ مرة أخرى، ما أقدم جامعة في العالم؟ الجامع الأزهر الذي بناه الفاطميون منذ 1000 عام في مصر، منذ 1000 عام في مصر، الذي بناه الفاطميون منذ 1000 عام في مصر. الجامع الأزهر الذي بناه الفاطميون منذ 1000 عام في مصر. طيب، لديك معلومات كثيرة، مرة أخرى، لديك معلومات كثيرة. هل هناك أسئلة أخرى يا أخي؟ كرر مرة أخرى، هل هناك أسئلة أخرى يا أخي؟ انتهينا والحمد لله، شكرا. شكرا أيها الطلاب. كيف فهمتم؟ أيوة، مسابقة، مسابقة حفظ القرآن، لومبا menghafal القرآن، مسابقة، مسابقة في المعلومات. развит. مانا معلومات، معلومة، علم يعلم، معلومة، معلومة، معلومتان، معلومات، جمع من معلومة، ilmu pengetahuan. إذن موضوع judulnya musabaqah fil ma'lumat، berpacu dalam ilmu pengetahuan، berpacu lomba kompetisi. Tusa'id، ما معنى تساعد؟ ساعد يساعد. عاون يعاون، معاونة. هناك كلمة تعاونوا على البر والتقوى، معنى تعاون؟ سالين منولون. ساعد يساعد، helping، help، membantu. هل تساعدني؟
Apakah Anda mau membantu saya? Kadang-kadang kita sering mendengar dan melihat orang mengatakan, "Apa yang bisa saya bantu?" Nah, ini dalam bahasa Arabnya bisa "Hal tusa'iduni?" Apakah Anda bisa membantu saya? Fi halli hadhihi al-musabaqah. Ma min hal. Halla yahullu hal. Laisa halal, laisa halal. Hadha hal. Hallul musabaqah. Hunaka hallul mas'alah. Araftum mas'alah? Hallul mas'alah. Memecahkan problem. Au naqul solusi. Hallul mas'alah. Huna hallul musabaqah. Ay bi makna ijabatul musabaqah. Ajaba yujib, ijabah, jawab. Fi halil musabaqah, menjawab musabaqah, musabaqah fil ma'lumat. Sa'uhawil, sa'uhawil, mana sa'uhawil? Hawala yuhawil. Sa'uhawil, akan saya usahakan atau saya akan berusaha. Sa'uhawil, ana uhawil, anta, anta tuhawilu, nahnu, nahnu nuhawilu. Sa, akan, sa'uhawilu, saya akan usahakan. Hati, mana hati? Hati bimana a'ati. Iti atayati, iti au a'ta yu'ati. Hati, a'ti, berilah. Ma'indaka, hati ma'indak, berikanlah apa yang Anda punya. Dan yang Anda punya dari beberapa materi tentang musabaqah fil ma'lumat. Ma awwalul haramain wa thanil qiblatain. Awwalul haramain. Hunaka haraman, ada dua haram. Al haramul awwal wal haramul thani. Al-Haramul Awwal yakni Al-Masjidul Haram di Makkah. Al-Haram Al-Thani Al-Masjid Al-Nabawi bil Madinah. Wa hunaka Al-Haram Al-Thalis Al-Masjidul Aqsa. Ma awwalul haramain, dua haram. Yang paling pertama, yang pertama ada dua haram. Ma awwalul haramain, apa yang pertama dari dua haram? Wa thanil qiblatain, dan kedua dari dua kiblat. Sani, ma awwalul haramain wa thanil qiblatain. Hadha su'alun sahl, ma'na sahlun, sahlun, di'atu, dittu, sa'bun, easy, sahlun, easy, mudah, dittuha,
صعب difficult. القعبة بلا شك بيت الله. إذن الجواب أول حرمين يعني القعبة. القعبة هو بيت الله. القعبة هي بيت الله. بلا شك معنى بلا شك bila syakin tanpa ragu lagi tentu saja bila syakin baitullah ajal ma mana ajal ajal bermakna na'am ajal na'am akhir ma atwal min kalimah tawil tawil ma'nahu long panjang wa amma atwal fa bi ma'na atwal tawilun panjang biasa atwalu lebih panjang ma atwalu nahrin sungai apa yang terpanjang fil alam alam fil alam manhu enam di dunia ma atwalu nahrin fil alam la adhkuru jayidan mana dhakara yadhkur enam dhakara yadhkur ingat la adhkuru ana saya tidak ingat nahrun nil wa nahrul amazon nahrun nil wa rubbama nahrul amazon rubbama bisa jadi nahrun nil sungai nil wa rubbama bisa jadi Nahrul Amazon. Ta'ni, mana ta'ni? Hunaka ta' utruk. Ta' bimana utruk? Let. Let me. Ta'ni. Biarkan saya. Ta'ni aqra'ul ijabah. Biarkan saya membaca jawaban. Aina? Fi kitabil jughrafiya. Araftum ma makna jughrafiya? Aina? Geografi. Idzan ba'da dhalika huwa yandur ila kitabil jughrafiya. Huwa yanduru ila kitabil jughrafiya. Ay Abdurrahman yandur ila kitabil jughrafiya. Abdurrahman melihat kitab atau buku geografi. Nahrun Nil. Ternyata jawabannya adalah Nahrun Nil. Al-ijabah Nahrun Nil. Nahrun Nil atwalu min nahril Amazon. Nahrun Nil aina النيل النيل في مصر وأما الأمازون أين الأمازون أين نهر الأمازون أين في بلاد برازيليا نهر الأمازون أيهما أطول نهر النيل أم نهر الأمازون الجواب النيل أطول من نهر الأمازون ثم كلمة أخرى
ما أقدم جامعة؟ أقدم، من أقدم؟ وهناك كلمة يا مقدم يا مؤخر، أقدم ضد آخر، أقدم جامعة. جامعة، عرفتم ما معنى جامعة؟ مثال: جامعة هاشم أشعري في تبو إيران. مثال: جامعة سورابايا، جامعة بندن التكنولوجية. جامعة University، جامعة بندن التكنولوجية، معناه ITB، IDB. أحسن. إذن الجامع الأزهر، الأزهر University، أقدم جامعة، adalah merupakan perguruan tinggi atau universitas yang terdahulu. Aqdamu jami'atin, bisa juga kita katakan awalu jami'ah, universitas pertama fil alam. Man bana dhalikal jami'ah? من بنى الجامع الأزهر؟ بنى يبني، بناء، بنى يبني بناء، membangun. Bisa أسس، mendirikan. الذي بناه، yang didirikan، yang dibangun oleh الفاطميون. فاطميون، بني فاطميه. إذن في مصر، في مصر هناك بني أو بنو فاطميه، ada sebuah dinasti yang namanya بني فاطميه. Dinasti inilah yang bana الجامع الأزهر. منذ ألف عام، منذ ألف عام، عام بمعنى سنة، ألف عام، أي نعم، سريبو تاون. منذ ألف عام، sejak سريبو تاون. آخر، لديك، أي نعم، لديك بمعنى عندك، لدى بمعنى عند، لديك. عندك، لديك كتاب، عندك كتاب. أو لك، لدى، عند، لي، لديك، لك، عندك. لديك معلومات كثيرة، عندك معلومات كثيرة. ternyata Anda Ya Abdul Karim mempunyai pengetahuan yang banyak. Sema hunaka Abdul Karim yas'al hal hunaka as'ilatun ukhra. Hunaka as'ilatun, as'ilah jamak min su'al. Su'alun, su'alani, as'ilatun. Hal hunaka as'ilatun ukhra. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang lain? Hal hunaka as'ilatun ukhra? Apakah ada? Al-mithal, apakah ada uang? Hal hunaka fulus? Apakah ada gurunya sekarang? Hal hunaka ustadun? Hal hunaka as'ilatun ukhra ya akhi? Apakah ada pertanyaan yang lain? Qala Abdul Rahman intahaina. Intaha yantahi. Mana intaha? Finish.
Intahaina. Selesai sudah. Intahaina. Walhamdulillah. Sambil ditutup dengan alhamdulillah. Syukran. Thank you. Ayuhat tulab, farubama yakfi bahada awalan. Insyaallah sanastamir fil usbu'il ati. Ayuh al-ikhwah, ba'da hadha sa'ursil ilaykum mada musabaqah fil ma'lumat khilala wa'a indakum. Insyaallah nanti saya akan kirimkan materinya lewat WA kalian. أيوة تفضل نختم بحمد الله أولا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.